أنا اسمي أستاذ أحمد حسني محمود الدين، شغال في مدرسة الخميس فني وسائل تعليمية. اتقدمت في مشروع إسكان والتعمير فرع السادات، فكنت ماشي في الإجراءات لحد ما وصلت لحد صندوق التمويل العقاري. طلبوا مني مفاد مرتب لا تقل عن 1300، جبت لهم مفاد مرتب لأني شغال في مدرسة وبعد الظهر في محل جملة حلويات. رحت فبسأل الموظف إيه المطلوب بعد كده، قال لي المطلوب بعد كده إنك تدفع 44,000 جنيه، يتخصم منهم من 5,000 للدفع لكم مقدم كديه الحجز. فانا معيش ان ادفع كده، وانا بني ادم وانا معاق وعندي طفلتين، هجيب منين ال 39,000 جنيه المطلوبين؟ ده اللي حصل. لا يبقى كده حقنا في الدنيا مش موجود نقد، وانا بني ادم معاق بالوضع ده. بالوضع ده كده انا هجيب منين ال هجيب منين انا دول بقى؟ بس ده اللي حصل. نشر وزير الاسكان كله ايه؟ تقول ايه وزير الاسكان؟ ارحم الناس الغلابه اللي هم المعاقين اللي معهمش يجوا يشتروا شقه بالبتاعات ده. امال الاسكان الاجتماعي ازاي؟ الاسكان الاجتماعي ازاي؟ ولا الناس تروح تسرق او تنطش شباب عشان تعرف تعيش في الدنيا دي؟ السكن ب 500 و600 و1000 جنيه كمان في اماكن الرقم. بنقول حسبي الله ونعم الوكيل في اللي يظلم الناس. وشكرا.